ورجعنا تاني مشاهدينا، لسه مكملين مع بعض فقراتنا. اول فقره معانا هي فقره الصحافه اللي من خلالها هنعرف اهم المنشطات والاخبار اللي موجوده في الجرايد. طبعا النهارده منورني في الاستوديو الصحفيه امينه خيري، وهي الكاتبه الصحفيه بجريده الحياه اللندنيه. صباح الخير. صباح الخير، ازيك يا امينه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. تمام الحمد لله. الجو بقى احسن كتير؟ الحمد لله، قادرين نتنفس شويه عشان نعرف نركز بقى. يا رب ان شاء الله. المصري اليوم بس هنستعرض مع بعض مشاهدينا الاخبار ونرجع بعد كده نتكلم فيها انا والاستاذه امينه. المصري اليوم، ثوره الشرطه والمحامين تغلق القاهره. الاخبار صفحه 7، عموميه المحامين تقرر استمرار الاعتصام الجزئي بالمحاكم. الاهرام صفحه اولى، المشير للبابا. انهاء جميع اجراءات الكنائس والتحقيقات في اسرع وقت. الشروق صفحه اولى، زياده اعداد المرشحين في اليوم الاخير لتلقي طلبات برلمان 2011. المصري اليوم، مصدر طبي عسكري، حالة مبارك مستقرة ووفاته شائعة. الأخبار صفحة 3، مبادلة 25 سجينا مصريا في إسرائيل بالجاسوس جرابيل خلال يومين. الأهرام صفحة أولى، النهضة يتجه لحصد ثلث مقاعد المجلس التأسيسي. الوفد صفحة 2، عمليات إعدام جماعية ضد كتائب القذافي واستمرار احتفالات التحرير. آخر خبر معانا، المصري اليوم، الزراعة تطالب العسكري بإلغاء مواصفات حكومة نظيف لاسترداد اللحوم واللانشون والمواد الغذائية. أول خبر يا أمينة معانا هو ثورة الشرطة والمحامين تغلق القاهرة، إيه الحكاية؟ هي طبعا امبارح أي حد كان في مدينة القاهرة، مدينة الألف مئذنة، كان حاسس إن هي جراج تحولت إلى جراج كبير، مفيش حراك خالص. طبعا ده كان وضع طبيعي، لأن يعني الشوارع الحيوية والرئيسية في وسط القاهرة كانت تقريبا كلها مغلقة، سواء من قبل أمناء الشرطة اللي قرروا امبارح إن هم يعملوا تظاهرات. يعني ما كانتش الحقيقة في القاهرة بس، ولكن كانت في ممكن نقول في أغلب المدن المصرية. طبعا بالإضافة إلى استمرار أزمة المحامين، أزمة جناحي العدالة، المحامين مع القضاء. وطبعا المحامين، آلاف المحامين كانوا امبارح في الشوارع، سواء قدام دار القضاء العالي أو قدام نقاب النقابة. يعني هي الحقيقة، أنا بس عايزة أربط بين حاجتين. الحقيقة احنا طبعا مقربين على ميعاد الانتخابات، لو إن شاء الله حصل و عقدت في موعدها المرتقب اللي هو يوم 28 نوفمبر. امبارح طبعا كان اخر يوم في تلقي اوراق المرشحين. انا مش قادره افصل ما بين الحدثين يعني، وعندي اساس ان كل ما بيبقى فيه نوع من انواع الحراك احنا حاسين ان في حد ايه يعني موقف مصر الحقيقه عن المضي قدما. فكل ما بيبقى فيه فكره ان احنا هنتحرك لقدام شويه، حتى وان كانت الحركه غير مضمونه النتائج او العواقب، بس في حاجه بتحصل ان احنا ايه نرجع خطوتين ثلاثه لورا. مبدئيا من مصلحه مين تفتكري؟ ولا هو مش لا وقت تنظير دلوقتي؟ يعني مش وقت تنظير، ومش وقت ان احنا نرمي نتبادل الاتهامات، لان بالتالي يعني احنا وصلنا درجه من التشبع في تبادل الاتهامات وفي تخوين بعضنا البعض و بالنسبه لامناء الشرطه، انا يعني طبعا عندي مخاوف كثيره جدا. المفروض ان احنا زي ما بقول لحضرتك ان احنا داخلين على فتره انتخابات، في مخاوف امنيه كثيره جدا. احنا اوريدي عندنا بنعاني من حاله غياب، او مش هقول غياب، ولكن قصور امني شديد جدا. أمناء الشرطة لما هم يجوا النهاردة يطالبوا ب 200% حافز الإثابة ومعاملة بالمثل مع ضباط الشرطة والعلاج و طبعا في جزء من هذه المطالبات مطالب شرعية، واحنا عارفين كويس قوي ان هم كانوا من ضمن الفئات الكثيرة جدا اللي واقع عليها ظلم خلال السنوات الماضية. ولكن نرجع نسأل تاني، هل ده هو وقته ولا لا؟ لما بيطلع بعض الحقوقيين يقولوا لا دي مش مطالب فئوية، طب حد يقول لنا ايه هي صفات او مواصفات المطالب الفئوية اللي يمكن تأجيلها، وإيه هي المطالب غير الفئوية اللي يجب أن تتحقق الآن؟ ده جزء هو الحقيقة. مش أنا بعد إذنك يعني، هو مش وقته، وهو كمان هل الموضوع فعلا يستاهل كل هذا الاعتصامات والوقوف عن العمل اللي هو يعتبر بالنسبة لكل الناس وبالنسبة لمصر من أهم الأشياء؟ هو العمل مع الأمن، صحيح نتكلم احنا آخر يعني استطلاع رأي عمل ومركز الأهرام للدراسات اللي هو بيتعمل حاليا كل حوالي 3 أسابيع قبل الانتخابات، كان 40% من المصريين في كل محافظات مصر همهم الأوحد هو الأمن أو غياب الأمن. أيوه. يعني بمعنى أصح. فاحنا دلوقتي بنتكلم عن الانتخابات، وفي ناس يعني يمكن
بتهول شوية، بتقول ان في عنف وفي بحور دم، وطبعا ان شاء الله يا رب ما يحصلش كده، ولكن منين انا بتكلم عن عودة الامن، ومنين انا بتكلم عن الاف امناء الشرطة اللي معتصمين واللي بيهددوا باخلاء مديريات الامن بالقوة، يعني امين الشرطة اللي هو مسؤول عن الامن يهدد باستخدام القوة. فده حاجة. بالنسبة للمحامين طبعا استمرار الازمة برضو الغريبة جدا، رغم التأكيدات من جانب مستشار غرياني ان المادة 18 عليها الخلاف، هي مجرد دراسات يعني ما زالت في طور الدراسة. هل بقى من دور المحامين ان احنا نقفل المحاكم بالجنازير؟ بس عايزين نقول نشتغل ونبني ونعمل وكل حاجة هتتحقق، ما هو لما كل الناس دي بتطلب وبتغير وعايزين، والتوقيت غريب الحقيقة ان كل حاجة بتطلع في وقت معين، وما ننكرش ان في طبعا حالة نوم حكومي خلال الفترة اللي فاتت، خلال الشهور اللي فاتت برضو غير المبررة وغير المفهومة، ولكن احنا في موقف لا نحسد عليه، مش بس امنيا وماديا ولكن اجتماعيا كمان، يعني في مخاوف كثيره. أيوة. جدا الحقيقه الفتره الجايه. هو الخبر اللي بعده في الاخبار هو برضو يعتبر يعني معانا، هو عموميه المحامين تقرر استمرار الاعتصام الجزئي بالمحاكم، يعني مش مفهوم قوي يعني اعتصام جزئي. طبعا في بعض المحاكم شغاله، في بعض المحاكم مش شغاله، ولكن الفكره في نرجع تاني ونقول هل هي دي الطريقه المطلوبه للاعتصام والتظاهر والاضراب؟ وبعدين في تضارب كمان في التصريحات، يعني في الوقت اللي مثلا استاذ منتصر زياد بيقول تقريبا المشكله تم حلها، في اخرين بيطالبوا باستمرار الاعتصام والتظاهر ومنع القضاء من الوصول الى المحاكم، رغم ان طبعا في دلوقتي مطالبه من قبل نادي القضاء لتعليق العمل بالمحاكم لحين تامينها، بل بالعكس ان في مطالبه كمان من قبل بعض القضاة بمعاقبه الجناه من قبل المحامين اللي هم هددوا امن القضاء والمحاكم. هو الموضوع بقى خلاص اتعرف مربط الفرس بتاعه، يعني كل حد النهارده عنده مشكله عارف مربط الفرس اللي هو باي فورس، اللي هو بالقوه وهنقعد وهناخد طبعا هي مربط الفرس. وارجع تاني اقول عشان ما احملش الناس فوق ما يحتملوا، انت بتبعتي رسائل غير مباشره، اذا عايزه حاجه ومصممه عليها يعني اقعدي اضغطي اضغطي واقعدي في الشارع وجيبي بطانيه ونامي في الشارع لغايه ما تضطر الحكومه انها تنفذ لك ما تريدين. حتى وان كانت خزانه الحكومه فارغه. مظبوط صحيح، حاجات مؤسفه جدا. الاهرام بقى احنا عدينا خلاص الاخبار اعتقد، يعني الاهرام المشير للبابا انهاء جميع اجراءات الكنائس والتحقيق في اسرع وقت، واللي هو الموضوع اللي اصلا كان من زمان جدا بيقال ان هو اسرع وقت وخلاص. يعني هي يمكن مش معروف، هي المشكله يمكن زي ما بتقولي بالظبط، زاره اسرع وقت مش معروف التعريف بتاعها ايه بالظبط. طبعا الكلام اللي حصل كان مهم جدا، لقاء المشير طنطاوي والبابا شنوده طبعا عقب احداث كنيسه المريناب واحداث ماسبيرو المؤسفه جدا، ولكن الحقيقه الغريب جدا ان محتوى برضو اللقاء ليس بجديد. النصوص قانون دور البناء، قانون دور العباده الموحد ولا الكنائس، لان كان في كلام كمان في بيت العائله وكان شبه قرار ان ما فيش دور عباده موحد، هنعمل قانون لبناء الكنائس، ولكن عادت مره اخرى للحديث عن دور العباده الموحد. يعني قاعدين بنشوف، نرجع يعني تاني المربع صفر مش عارفه ليه، يعني هنشوف قاعدين قاعدين وبنشوف. بس هو بجد الموضوع لازم له حل، لانه يعني عاده او مش عاده هو ده الحقيقه، انه اي فتنه طائفيه هي تقدر تكسر البلد او تكسر بالظبط. هو ده اللي بيحصل يعني. اي فتنه طائفيه وسكوت على الفتنه الطائفيه وتعامل مع الفتنه بنوع من انواع المجالس العرفيه والليونه ومعلش ونطبطب هنا، يعني ده الحقيقه ما بيجيبش فايده، ومش بس من بعد الثوره، لكن احنا نتعامل مع الملف المسيحي للاسف من سنين طويله جدا. حركوا بقى يا جماعه، مش احنا خسرانين، انتوا كمان يعني خسرانين معانا والله. الشروق زياده اعداد المرشحين في اليوم الاخير لتلقي طلبات البرلمان 2011. يعني طبعا الموضوع كان شويه كوميدي. ان كلنا عارفين ان هذه الانتخابات، انا بقول دي مش نهايه المطاف بالنسبه لمصر، هي عامله زي ماتش تدريبي، يعني احنا نازلين اول انتخابات بعد الثوره، اول انتخابات فيها تعدديه حقيقيه، بغض النظر عن اخطاء ممكن تحصل، بغض النظر عن بعض النقاط الضعف اللي كانت الموجوده في قانون الانتخابات والدوائر واتساع هوا، ولكن الحاجات الطريفه الحقيقه في المشهد بالنسبه لتقديم الاوراق، طبعا امبارح اتقفل الباب اعتقد الساعه 5، ان كان في شراء مرشحين، يعني في بعض الاحزاب تم شراء مرشحين، ومرشحين ما منعوش في شراء زي لعيبه الكوره كده بيتم شرائهم في عمليات، يعني كمان شهر عسل او اسبوع عسل زي كان شهر العسل اللي كان قائم ما بين الاخوان المسلمين وحزب الوفد وتم انهائه، في شهر عسل حاليا ما بين بعض الحركات الصوفيه او الاتجاهات الصوفيه وبين الاحزاب السلفيه. في حاجه تانية طريفه برضو، ان منع استخدام الشعارات الدينيه، جماعه الاخوان المسلمين
بتقول الإسلام هو الحل ليس شعار ديني، مش عارفة هو طب هو إيه هو تعريف الشعار الديني طيب. فكان في اقتراح إن هم يرفعوا شعار يعني ما معناه الشريعة يعني، أو ما فيش بديل عن الشريعة الإسلامية، هل ده برضو مش شعار ديني؟ مش قادرة يعني نحدد إيه هو الدين طيب وإيه هو الشعار الديني عشان نبقى فاهمين، عشان ما نرفعش شعارات دينية. ليه دايما في غموض وسستنس هو في ولافتات لا هو الغموض ابتدى لما قلنا ان مفيش احزاب دينيه يتم تاسيسها على اساس ديني، ولكن ممكن يبقى ليها مرجعيه دينيه. دلوقتي عندنا حوالي 6 احزاب سلفيه بالاضافه لحزب الجناح او الذراع السياسيه لحزب الاخوان جماعه الاخوان المسلمين الحريه والعداله. يعني انا شايفه ان دي احزاب دينيه الحقيقه، فيمكن انا مش شايفه كويس. بس المصري اليوم كانت طلعت شائعة كده بوفاة كل مبارك شوية تطلع برنامج عامة زي مظاهرات الفوائد، حالته مش مستقرة ولا لا هو حالته كويسة ما شاء الله. يعني يعني الحقيقة الأخبار دي من النوع اللي هي ممكن إن احنا نتغاضى عنها لأنها لا تعنينا في شيء دلوقتي. المفروض إن في محاكم، إن في محكمة وفي قضايا بيتم النظر فيها، ولو إن طبعا برضو في جهود عاتية لعرقلة سير هذه المحاكمات، ولكن حسب المصدر الطبي والعهدة على المصري اليوم، عشان ساعات بيطلع إن مفيش مصدر طبي قال حاجه ولا حاجه، ان يعني ان الرئيس السابق مبارك حالته مستقره، بل بالعكس ان السيد فريد الديب محامي مبارك واسرته بيؤكد ان صحته زي الفل. مظبوط.